مرحبا، اهلا فيكم فيديو جديد على قناتي تفاصيل علا. في هذا الفيديو رح احكي عن المعدات اللي عندي اياها بستخدمها بالعنايه بالنباتات. بحسها انها معدات جدا مفيده، لازم تكون عند الناس اللي بتحب تعتني بالنباتات، خاصه اذا بيعتنوا بالنباتات كتير. في من هون كتير كتير ضروريه، في من هون اقل ضروره من غير هون. حفرجيكم هلا انا كل شيء عندي اياه، وححكي لكم كل شغله شو هي استخدامها وقديش بحس انها ضروريه او لا، وانتم على هالاساس حتقرروا اذا حتحبوا وتجيبوا منها وتصيروا تستخدموها او تعرفوا شو فائدتها على الاقل. مو حابه اطول عليكم، قبل ما بلش الفيديو اذا انتم مهتمين بالنباتات وحابين تنشروا صور نباتاتكم معنا، فيكم تشتركوا بجروب الفيسبوك، هنيك تنشروا صور نباتاتكم واسئلتكم وانا واعضاء الجروب حنجاوبكم. واذا مهتمين بالنباتات فيكم تشتركوا بالقناه، حابين تدعمونا اعملوا لايك واتركوا تعليق، وخلينا هلا نبلش بالفيديو. أول شي حابة أحكي عنه هو أنواع الأوساط الزراعية اللي أنا بستخدمها، أو مثل ما بيقولوا عنها التربة. في كتير أنواع مختلفة، أنا بستخدم حوالي الأربع أنواع، هن البيتوموس والبارليت والحق الشجر والليكا. حاحكي عن كل شغلة. هلأ بيتوموس هي التورف بالتركي، متعرف عليها، هي نوع التربة اللي أغلب الناس بتستخدمها. البارليت هو هاد، هو عبارة عن حبيبات بيضاء بتساعد التربة تكون جيدة التصريف، يعني صرف المي الموجودة فيها أسرع، ما بتخلي التربة إنها تتجمع وتصير طينية، ما بتحمل عناصر غذائية، هذا هو هدفها الوحيد. في كمان عنا لحاق الشجر يلي هو بيستخدموه لنبتة الأوركيد، حورجيكم شكله. وفي عنا الليكا اللي هي عبارة عن كرات طينية، بستخدمها للتجذير أو حطها على وش التربة لحتى تحافظ على رطوبة التربة وترطب النبتة. إذا حابين تعرفوا أكثر عن كرات الليكا، أنا عاملة فيديو كامل عنها وعن استخداماتها وهي عبارة عن شو، فيكم تحضروا بقناتي. برأيي كتير ضروري إنه يكون عندكم ثلاث أنواع من هدول الأوساط الزراعية اللي هن التورف والبارليت ولحاق الشجر. الليكا اختيارية، لأنه في كتير نباتات ما بتقدر تعيش إلا إذا كانت التربة تبعهم كتير جيدة التصريف، مثل المونستيرا. المونستيرا بخلط ثلاث هدول أنواع، بقية النباتات أغلبهم بخلط بارليت مع البيتوموس فورا. بالنسبة للنباتات العصارية والصبارية بستخدم خليط جاهز بشتري، بيجي هيك شكله. هذا الخليط فيه كتير أنواع مختلفة من الأوساط الزراعية، مثل البارليت، مثل الرمل، فيها تورف، وحتى فيها سيباغون، فيها كوكوبيت، فهي مشكلة كتير وكتير مبسوطة فيه لهذا الخليط. هذا هو كل شيء للأوساط الزراعية اللي بستخدمها. خلينا هلا ننتقل على الشيء اللي بعده. بعد ما حكينا هلا عن الاوساط الزراعيه، خلينا نحكي عن الاحواض. الاحواض في كثير انواع منها، احكي لكم الاحواض اللي انا بستخدمها. هلا اول شيء الحوض اللي بتجي فيه النبته تبع المشتل، بيجي فيه ثقوب، انا دائما بحتفظ فيهم، بغسلهم وبحتفظ فيهم، بيلزموني دائما، لاني انا بحب احط النبته تبعي بحوض فيه ثقوب، مشان اذا بدي احط النبته مثلا بطاسه مي واصيها عن طريق الثقوب السفليه تبعها، هذا الشيء بسهل علي كثير. وبعدها احطها بحوض مجرد للشكل، هذا مثلا ما فيني احط فيه التربة النبتة مباشرة، فبحط التربة، ما عرفت احكي، بحط النبتة بهيك حوض وبحطه هيك فيه، بيطلع صار شكله حلو. مثل حاليا خليني اوريكم هون عندي مثلا هيك نبتة، لحظة، مثلا عاملة هذا الشيء هون عندي من نبتة جلد النمر، جلدة النمر حاططها بنبتة هيك ثقوبها، وبعدها حاطة بهذا الحوض اللي شكله يعتبر حلو، وحاططها هيك فيه. في حواض بتجي هي فيها منها ديكور ومنها فيها ثقوب تصريف، هي فيها ثقوب تصريف، وين بتتجمع المي الزايدة؟ هون. كل فترة لازم تفتحوا وتشيكوا إذا في مي زايدة تكبوها لأنه ما منيح تضل. في أنواع كتير مختلفة عندي الأحواض، كل الأشكال والألوان والأحجام. لصراحة الشيء اللي ما بنصح فيه بالأحواض، الأحواض الحديدية ما بنصح فيها، لأنها كتير بتأثر بالحرارة. إذا كان بيتكم بارد والدنيا شتاء رح تخلي الجذور تبرد، وإذا كان بالعكس الدنيا صيف يعني الجو حار رح تحمى وتخلي الجذور كمان تحمى، فأنا أبداً 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 ما بنصح بالأحواض الحديدية. حكيت معاناتي مع الأحواض الحديدية مرة بفيديو، حكيت فيها عن الأخطاء اللي عملتها، إني كنت اشتريت تقريباً حوضين حديديين، وأبداً أبداً
ما كانوا جيدين. حتى في عندي أحواض بتجي بلاستيكية شفافة، أنا مثلا هذا النوع من الأحواض كتير بحبه لأني بحب شوف التربة وشوف مثلا التربة إذا رطبة أو لا، فورا بين معي ما في داعي دسة، كتير حسة لذيذة خاصة لنبتة حساسة مثل الفيتونيا، رح كتير تريحكم هذا الموضوع. بالنسبة للسماد أنا شخصيا بستخدم خلطة جاهزة، سماد سائل، هذا الشيء بيساعدني وقت تكون حاطه النبته بالليكا، النبته عايشه بالليكا، فبتعرفوا الليكا ما بتمسك مواد غذائيه، فلازم دائما تضيفوا سماد سائل الها. حاليا عم استخدم هذا النوع اللي عايش بتركيا، كتير تجيني اسئله. قبل كنت عم بستخدم هذا النوع، كتير سمعت انه هذا النوع ما له جيد وتعليقات كانت عنه مو لطيفه، لهيك بطلت اخذه هي علبه فاضيه. بس مثلا للنباتات العصارية لسه عندي منه، وفي منه للأوركيد وفي منه للنباتات المزهرة. هذا مثلا للنباتات المزهرة والخضرة سوا، بكتب لك وراء شو في عناصر غذائية، فيه MPK فيه حديد إلى آخره. كمية وطريقة الاستخدام كمان بتكون مكتوبة وراء، بتختلف من عبوة لعبوة، فعلى هالأساس بسمد. الشيء اللي بعده مو كتير شيء ضروري، بس صراحة بعد ما جبته كتير سهل لي حياتي، وهو هيك عدة صغيرة بتجي فيها مثل هاد لنقل التربة إذا كانت كمية صغيرة، هاد لإذا كانت كمية كبيرة، وهاد لفتح الجذور. كتير سهل، بتحطوه هيك بين الجذور، تعملوا هيك بتحركوها فبفكوا، وهي منشان أفتح حفرة بالتربة وقت بدي حط غرسة جديدة خاصة لنبتة المكحلة. كمان كتير لطيف وأحسن من الألم، لأنه الألم بيكون بالعكس مثل هاد، من هون رقي ومن فوق عريض، هي بالعكس تفتح حفرة جيدة جدا. في منه أحجام وألوان، هلا هاد مكتوب عليه مثلا أنه هو للنباتات العصارية، فأنه جاي حجمه صغير، بس أنا ملقيت هذا الحجم جدا جيد للنباتات المتوسطة الحجم، للنباتات الكبيرة ممكن مو كتير جيدين، في منهم حجم أكبر. هتقول لحالكم أنه هنا مو كتير شي ضروري، هنا جد مو ضروريين، بس هنا جد حيخلوا الشغل بالنباتات أسهل. الشيء اللي بعده هو مقص خاص ل النباتات، طبعا ما تشوفوا هذا المقص عندي صدى وتعب لازم اغيره. مقص يكون حد لتقليم النباتات، لقص غرسه لحتى كاثرها، لقص المكحله، جدا استخدامه اسهل واحسن من المقص العادي، بيقص احسن، فبنصح كمان تجيبوا هيك مقص. الشيء اللي حأحكيه هلأ عنه بحس ما كتير الناس بيهتموا فيه، هلأ بتعرف وقت منجيب نبتة جديدة منحطها مكان لحالها أول فترة حتى نتأكد إنه ما فيها حشرات أو أمراض معدية. إضافة لهالشيء أنا جبت نيم أويل اللي هو كتير مفيد لمحاربة الحشرات ومكافحتهم، فطريات طفيليات وهالقصص. كل أسبوعين أو كل أسابيع فينا نرشهم مرة على ورق النباتات، هذا الشيء حيمنع من إنه يتشكل عنا حشرات. إذا في حشرات already ما لح يقتلهم للصراحة، بس حيمنع أنه هن يتكاثروا وينتشروا أكتر وأكتر. فإذا أنتوا عندكم حشرات ينصح أنكم تعالجوها أول، بس بنفس الوقت هو لح يمنع أنه هن يتكاثروا وينتشروا لبقية النباتات الثانية. الشيء اللي بعده مو جدا ضروري بس انا جدا مريحني، وهو مقياس رطوبة التربة. هلا انتم من نبتة المونستيرا اللي وراي، بيقيس pH تبع التربة ورطوبة التربة لتعرفوا اذا نبتتكم بدها ري او لا. في له هون مقياس، وقت بتحطوها بتقلكم قديش نسبة الرطوبة من 1 لـ10. بعض النباتات تحتاج انها تنشف على الاخير لحتى تسقوها، فلازم تصل للصفر مثلا مثل جلد النمر، وفي نباتات بتحب انها تضر رطبة فانه لازم تسقوها وتصل للنص مثل فيتونيا ومثل مونستيرا. فحسب نبتتكم هذا بيساعدكم انه تعرفوا اذا هي محتاجة ري او لا. انا شخصيا بحبه، في ناس بيقولوا انه ما له مفيد، انا شخصيا جربته مع النباتات وجربت اني دس التربة مع تقريبا اغلب نباتاتي ولقيت انه كان يعطيني نتيجة صحيحة، قصد اعتمد عليه. وبالنسبة لموضوع الري، انا بستخدم للري هاد الابريق، خلينا نقول الشيء اللي بحبه فيه انه فوهته كتير صغيرة، وهذا الشيء بيخليني ما كتمي كتير بالغلط، وهذا الشيء
حيضر النبتة، مع أن كمية المي اللي بيعطيها للنبتة قليلة، فطول ما أنا عم سقي النبتة بحركها حولها لحتى تأخذ المي بطريقة متساوية حوالين الجذور. لرش النباتات بحب استخدم هذا الشيء اللي ما عندي فكرة شو اسمه، بطلكم فيديو كيف استخدمه. منه بيرطب النباتات ومنه بيغسل ورقهم، بيرش بطريقة قوية كأنه عن جد عم ينزل عليهم مطر للنباتات، لهيك بحب هدول الاثنين. شغلات بسيطة حابة أذكرها. آخر شي حابة أحكي عنه هو جهاز الترطيب. أغلب البيوت تبعنا درجة الرطوبة تبعها بين 30-40، بس النباتات تحتاج نسبة رطوبة بين 40-50%، 60%، بعض النباتات 70%. فإذا عندكم نبتة متطلبة بتحتاج رطوبة عالية وأنتوا بيتكم بشكل عام ممكن يكون جاف، وممكن يكون جاف زيادة مثلا بالشتاء بيكون البيت جاف زيادة لأنه عم نشعل عنا تدفئة. في بعض المناطق الصحراوية بتكون عندهم بيوتهم جافة أكتر أو منطقتهم جافة أكتر. المدن اللي مثلا ساحلية بتكون عندهم رطوبة أعلى شوي، بيختلف الموضوع. بس استيل مثلا بعض النباتات مثل الألوكاسيا بتحتاج نسبة رطوبة 70% مثلا، فما أظن في بيت بالعالم فيه نسبة رطوبة 70%. ففي نباتات إذا حابين تربوها لازم يكون عندكم جهاز رطوبة. من النباتات اللي بتحب كمان الرطوبة المونستيرا، في أنواع كتير 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 لأجهزة الترطيب ما لحفوت فيها، وأنا شخصيا حاطه بجنب الألوكاسيا فورا لأن الألوكاسيا أكتر نبتة متطلبة للرطوبة عندي حاليا. فأنتوا فيكم تشوفوا ميزانيتكم واحتياجاتكم احتياج نباتاتكم على هالأساس تختاروا جهاز الترطيب المناسب. وآخر شغلة حابة أحكي عنها هي إضاءة النمو Grow Light. كتير الناس ما بيعرفوا شي هي إضاءة مخصصة لنمو النباتات. الأشعة الضوئية تبعها أو الأمواج الضوئية تبعها مناسبة لحتى النباتات تعمل عملية التركيب الضوئي. مو كل البيوت حتحتاج إضاءة نمو. إذا بيتكم أريد ضاوي نباتاتكم بتحتاج إضاءة عالية ما حيكون عندكم مشكلة، بس بعض البيوت الإضاءة بتكون فيها ضعيفة ما عندهم إضاءة منيحة، ممكن الناس اللي ساكنة بأبو أو أوضة ما فيها شباك، فحيكون كتير مفيد لكم إنكم تستخدموا إضاءة نمو. مثلا أنا حاطة هون واحد وراي لونه فوشي، في كتير ألوان وأشكال مختلفة للجرو لايت حسب الواط بيختلف، حسب قوتهم حسب شدتهم، ففيكم تشوفوا الشيء اللي بيناسبكم بيناسب نباتاتكم وعلى هالأساس تختاروا. أنا شخصيا ليش حطيت جرو لايت هون؟ هاي الزاوية من بيتي بالعادة بالصيف وبالربيع وبالخريف بتاخذ إضاءة جيدة، بس بالشتاء ما أنه الإضاءة بتضعف فنباتاتي اللي هون ما عاد قدروا ينمو بطريقة نفسها اللي كانوا ينمو فيها بالربيع والخريف والصيف. فحطيتها هون وحطيت نباتات كتير تحتها، حتى نباتات ما كانوا هون. كتير لقيت فرق جدا جدا واضحة، رغم أني أنا جايبته مو كتير الواط تبعه قوي، يعني جبت شيء متوسط اقتصادي. كتير لاحظت فرق بالنباتات، النباتات اللي كانت ما كتير مبسوطة عم تنبسط هون أكتر. إذا أنتوا الإضاءة عندكم بالبيت ضعيفة وأنتوا حابين تقتنوا نباتات بدها إضاءة عالية حتكون عندكم مشكلة، فهذا الشيء اللي حيحل الموضوع. هدول كنن كل المعدات والأشياء اللي بستخدمها للعناية بالنباتات تبعي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو ولقيته مفيد. احكوا لي شو من هدول الأشياء بتستخدموا وشو الأشياء اللي حاسين إنه لازم تجيبوا منها. الموضوع طبعا بيختلف، مو انه لازم يكون عندكم كل هدول، انتو حسب احتياجاتكم واحتياج نباتاتكم بتجيبوهم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك واتركوا تعليق واشتركوا بقناة اذا حابين تشوفوا فيديوهات عن اللايف ستايل والعناية بالنباتات. شوفكم فيديوهات الجاية، باي باي. تخبط تقول حالكم مو شي ضروري، بس صدقوني كتير حيريحكم يروح، لانه اذا انتو اضاءتكم ضعيفة وحابين تنموا